ولد في منطقة الأعظمية في بغداد عام 1950. أكمل دراسته المتوسطة والإعدادية في الكاظمية. تخرج من كلية الهندسة جامعة بغداد القسم المدني عام 75. عمل مهندسا في المؤسسة العامة للبناء الجاهز حتى عام 1980. كان عضوا في فرقة الموشحات العراقية التي شكلها الفنان الموسيقار روح الخماج عام 1971. سجل أول أغنية للتلفزيون العراقي هي أغنية لا صارت ولا تصير من ألحان المطرب فاضل عواد. كانت بداية انطلاقته كمطرب منفرد من خلال أغنية الليلة ليلة هوانا التي أعدها شخصيا. الأغنية عرضت على شاشة التلفزيون العراقي في حفلة أقامها التلفزيون بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية نهاية العام 79. بعد ذلك فضل المطرب عارف محسن أن يكون مطربا ومنشدا في فرقة الإنشاد العراقية على أن يكون مهندسا، فترك مهنة الهندسة وراح يبحر في عالم الأغنية العراقية. استمر الفنان عارف محسن في عطائه الفني ليقدم أكثر من 60 أغنية. ظل المطرب عارف محسن محافظا على شخصيته الفنية ولونه الغنائي. اتجه في أعوام ممتدة ما بين 91 و2003 إلى مواصلة دراسته، حيث دخل معهد الفنون الجميلة وتخرج منه، ثم إلى كلية الفنون الجميلة وتخرج منها، ليحصل بعد ذلك على شهادة الماجستير، ثم غادر العراق نتيجة لتردي الأوضاع المعاشية إلى العمل في ليبيا عام 99، ليعمل هناك مدرسا للموسيقى في المعهد العالي للموسيقى. عاد إلى العراق عام 2001 وشغل منصب نائب نقيب الفنانين لأكثر من دورة. وفي ظهيرة يوم 26 من شباط عام 2002 وبعد عيد الفطر، رحل الفنان الإنسان عارف محسن بهدوء إثر نوبة قلبية. زمن يا أبو العجائب صفوا غرب الحبايب، زمن يا أبو العجائب صفوا غرب الحبايب، الوقت لمت حبيبي وحبيبي عني غايب، الوقت لمت حبيبي وحبيبي عني غايب. وعشت عمرين تاني
وقت لمت حبيبي وحبيبي عني غاية الوقت لمت حبيبي وحبيبي عني غاية حبيبي عني غاية